الساعة 4:30 5 الصبح، ما لقناهم إلا داخلين جوا الدار، فتشوا الدار، نعفوا الدار، خوفوا النسوان، فتشوا النسوان، خوفوا البنت. عندي أخت عمرها 12 سنة لهلا ترجف من الخوف من الوضع اللي هاجمونا فيه، اللي دخلوا يعني مش دخلت بني آدمين، كان دخل نازلين يقتحموا، نازلين يرهبوا، نازلين يخوفوا. فاحنا مش عارفين لو قديش هذا الوضع بده يضل، فيش امان في هاي البلد. الولد خسرنا دانه، صابه اشي في راسه من حم البكوس اللي اكلها، من البكوس اللي بعينه، من الكفوف اثار الضرب، الكفوف اللي بعينه لسه موجودة. خفيش كمان عيد.